خليكي خليكي. كيف حاسة حالك؟ الدكتور وصف لك شوية أدوية جبتون وأكد علي إنك تاكلي منيح. قلت له للطباخ يعمل لك شوربة. اتصل ابن عمك، قال أبوك تعبان كتير وما بعرف إذا عم بكذب ولا لا. شمشير، أنت بتحبني صح ولا لا؟ بدي إياك توثق فيني مرة واحدة. أنا ما عم كذب عليك هالمرة، بابا عن جد تعبان، بترجاك خدني لعنده. المشكلة أنا ما بوثق فيكي، بس الحقيقة أني بحبك كتير. أنت وعيلتك كمان اتضحكتوا علي، بس مع هيك رح أعطيكي فرصة. بس خلي ببالك، إذا جربتي تخدعيني هالمرة أو عم بتخططي لأي شي، كل الحب اللي بحبك يا بعرف منيح كيف أقلبه كره.